ثورة خالدة وزينة بالإعلام واللي عادي حسين يعني عادي عباس هذا شو يدلل؟ يدلل ان الامام الحجة يطلع منين؟ كان حطوا له هناك مكان، ليش يصير مقر الكوفة اذا المدينة يطلع منها؟ اولا محمد ذو النفس الزكية واخوه يقتلون بنفس اليوم اثنينهم، يذبحون كذبح الحمل الوديع. ليش يذبحون؟ كان محمد ذو النفس الزكية ينقتل، بعد بست شهور يطلع الإمام ينقتل. هاي تجربة لو مو تجربة بأن لا مقام لكم يا أهل أثرب، لقد قتل الحسين فأدمعي اليوم مدراره. ماكو يجي القضية وين؟ ماكو عدة أنصار، ما يجون أهل الطائف ويجون أهل الإحساء واهل القطيف، ذول الفقراء الحفاة الان المحاصرين بالدبابات والمدفعية يجون ينصرون الامام الحجة وهم لم يملكون سكينا. انتم ايش تتصورون؟ ولكن هاي رواية خوش، انتم كثير من الروايات تاخذوها موضوع توصلون للامام تقولون يطلع، لا معلم يقول لا يطلع من النجف ويقاتل الامريكي في قعر النجف وفي ربوة النجف، والامريكي متجسد بمن؟ بافكار العراقيين اللي اخذوها من الامريكي. يقول له لا ارجع من حيث اتيت، نحن عندنا